الإعلانات النهاردة ما بقتش الفقرة المملة. أنا هشام مهدي، Art Director و Production Designer. عندنا Group of Companies، الشركة اسمها مهديز جروب. مهديز جروب تحتها مهديز Advertising و مهديز Content و Mental Flame Architecture و Interior وفي ديجيتال وكايرو ديزاين اوورد. ريسنتلي عملنا شغل من قبل رمضان، وعملنا شغل في رمضان. يمكن في ناس خدت بالها الاعلان بتاع فودافون بتاع محمد هنيدي، وعملنا كامبين اتصالات ياسمين صبري واحمد امين، عملنا كامبين اتصالات نانسي عجرم وامير كرارة، وعملنا فريش. احنا فريش وفرافيش، احنا فريش ونحب نعيش، احنا ما كناش متوقعين انه هيعمل البيج باز ده على وقته الضيق اللي هو اتحضر فيه. لكن طبعا بوجود روبي ووجود دينا الشربيني الموضوع طلع حلو، الاغنيه كانت حلوه والست طلعت حلوه، وطبعا الدايركتنج كان هايل، فطلع على بعضه كده اعلان مميز. انتوا بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه؟ واخد بالك؟ بنوزع. الإعلانات النهاردة ما بقتش الفقرة المملة بالذات في رمضان. لا، هتلاقي ان الناس وهو بيتفرج على المسلسل او على الفيلم، وامس ان جات الفقرة الإعلانية مش بيزهق، بيتسلى. اوكي، وفي ناس ابتدوا اللي بيتفرجوا على الكونتنت في البلاتفورم ابتدى يحس ان هو he's missing something. نبتدي نعمل رف سكتشز. السكتشز دي بتبقى هاند سكتش كده، بقعد مع الدايركتور ونشوف هنعمل ايه. لو عندي كوريوجرافي وناس هتتحرك في السات لازم نعرف عددهم، ولازم عشان نحدد حجم السات عامل ازاي. الاعلان اللي انا شايف ان هو كان فيه مثلا افورت ميكانيكالي، يعني كان فيه تشالنجز تكنيكالي اند ميكانيكالي، كان الاعلان بتاع فودافون اسر ياسين فودافون ريد، لان الستس كانت بتتحرك وبتكوردينيت مع بعض، وهو نفسه اسر كمان قاعد يتدرب على الكوريوجرافي عشان هيتحرك ازاي وسط الست، وهو بيتحرك الست عمال يلف وحاجات تتحرك وتروح وتيجي. ده كان فيه كوردينيشن مش من الارت ديبارتمنت بس، من الكرو كله. فده كان من الاعلانات المميزه. برضه من الاعلانات المميزه كان اتصالات محمد رمضان وفان دام، لسبب ان احنا بقى عندنا فان دام اون سيت، وانا كنت بيك فان اوف فان دام وطبعا محمد رمضان. لكن الاعلان ده كان فيه تفاصيل كتير قوي، وكان بيج تشالنج برضه الارت ديبارتمنت والجرافيكس. الجرافيكس اروما كان عامل جرافيكس، عمل شغل حلو جدا. انا اللهو الخفي اقوى كارت اظهر تكتفي اقوى كارت على انا بعمل الحاجه اللي ببسط بيها، وربنا بيوفق بقى ان الحاجه دي بتجيب فلوس. لكن احنا فعلا اي حاجه ريليتد للكرياتيفيتي والديزاين ممكن نعملها. انا لعبتي تيكا 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 احضر لازم تعلى الطاقه واثق الخطوه انا ماشي بطلاقه هي معايا خلصانه باللياقه تيكا 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 تيكا